بالنسبه للمقابله فاول حاجه بدا مزيان ناقشوا حنا منتصرين، هذه اهم حاجه، حيت بعض المرات كيكون صعب انك تنتقد الفريق منهزم، ناخذوا السلبيات حنا رابحين 3 بوين خديناها بعد اهم حاجه، ولكن كما قلنا علامه استفهام كبيره على النخبه الوطنيه، وهذه علامه استفهام فماشي جديده، يعني علامه استفهام بدات كطرح هذه مده، اخص في الفتره ديال ما بعد الكوفيد كاين بزاف ديال التغييرات في التشكيلات، ما عرفناش شنو بالضبط اللي باغي يصنع فاهيد، يمكن هو مقتنع بهذا الشيء اللي كيدير، غتجي تتكلم معاه غيقول لك انا لعبت 7 مباريات رسميه ربحت فيهم 5 وتماركي عليا بيت واحد، ما قدرتش تناقشه، ولكن عاوتاني خصنا نتسناو خصوم اصعب، هذا الشيء علاش كنعتبر انا الحق الحقيقي للنخبه الوطنيه ومباراه 2 مع منتخب ديال غينيا، حتى مباراه مع منتخب منافس مباشر ولاعب في الميدان ديالو ولو بدون جمهور اللي نتمنى يكون افونتاج لينا، فهذا هو المحك الحقيقي في ان المجموعه اللي كنا فيها كانت مجموعه في المتناول، والخصم اللي كنا نورمالمون خصو ينافسنا تعادلنا معاه ذهابا وايابا ب0-0. كان بزاف الامور اللي كيطرحها نقولوا الشارع الرياضي المغربي ايضا وسائل الاعلام ككل، ابرزها هو ان بعض اللاعبين اللي كيتم استدعاء منتخب بدون جاهزيه، ايضا بعض اللاعبين اخرين اللي يمكن ما عطاوش الشيء الكثير مع الانديه ديالهم، وكاينين لاعبين محليين افضل منهم، ولكن كومين فكنتمناو نتمناو ان المنتخب الوطني مع الوقت ان المستوى ديالو يتحسن، نتمناو حيت ما بقاش الوقت للتجري، عندنا دابا 5 الماتشات متابعين في الكاليفيكاسيون، غندخلوا مباشره باش نلعبوا لاكان ومباشره نلعبوا البلاي اوف لو دزنا حنا الاولين ان شاء الله، اذا ما بقاش الوقت للعوده للخلف، نتمناو ان فاهيد يصلح ما يمكن اصلاحه، حيت الحل الوحيد هو اللي عنده دابا، ونتمناو ان المنتخب يكون افضل، النتيجه كاينه نتمناو يكون مع الاداء في قادم الايام. طبعا لما كنتكلموا على المباراه ديال المنتخب الوطني المغربي ديال ضد السودان كنعتقد انه يمكن نقولوا الاهم تحقق هو 3 ديال النقاط، ولكن انا كنعتقد بانه ربما أسوأ مستوى كنشوفه في المنتخب هو الحالي، علاش؟ لانه الى رجعنا للوراء غير مؤخرا مع المدرب ايرفير هونار غتاكد بانه كانت عندنا هناك لحمه، كانت استراتيجيه، كانت طريقه تلعب، كان ستيل جو باين ديال المنتخب الوطني المغربي. الان يمكن نقول انه الجمهور المغربي غاضب، علاش؟ لانه ما كيشوفش على الاقل دوك الثنائيات اللي كنا كنشوفوا، تمريرات في العمق، كتلقى ذاك اللاعب الفردي طاغي، ويمكن انه هنا كتبان بان المدرب له دور كبير وكبير جدا، حيت يمكن ملي كتشوف عندك لاعبين كيلعبوا في مستويات وفي مستوى عالي في الدوريات الاوروبيه وغياب التوظيف ديالهم، فكنعتقد هنا كتبان العمل ديال المدرب والخدمه ديال المدرب. للاسف المدرب راه دابا سنتين، يمكن انه خصنا نشوفوا اشياء، ما نبقاوش نتخبوا تحت الذريعات حقا راه تحقق الاهم هو 3 ديال النقاط. حنا ماشي اول مره غنتاهلوا لكاس العالم، وماشي اول مره غنتاهلوا لكاس افريقيا، وبذلك فالتخوف ديال الجمهور المغربي هو انه بهذا الاداء بهذا المستوى الى واجهنا منتخبات عتيده وقويه اعتقد انه غنلقاو صعوبه كبيره. اليوم الى شفنا انه على مستوى خط الدفاع كتلقى سايس ونايف، يمكن انه ما تختبروش امام المنتخب السوداني، ما يمكنش تحكم على مستوى ديال الخط الدفاع اللي كلشي كيتكلم عليه امام منتخب اللي يمكن نقول انه متواضع، وشفنا انه ما خلقش فرص، وبذلك كنعتقد بانه الاهم 3 نقاط طبعا، ولكن راه المهم في هذا الشيء كامل هو اننا نشوفوا منتخب عنده طريقه لعب، منتخب له هويه، ومنتخب تهابه باقي المنتخبات الافريقيه، فواش بهذا المستوى هذا غادي تواجه منتخبات المغرب دوز لمستويات متقدمه؟ كنعتقد الامر صعب، وملي كنشوفوا باقي المنتخبات الافريقيه فكيبان بان المنتخب الوطني المغربي بهذا المستوى الامر صعب صعب جدا انه يبشر بالخير، ولكن كنعتقد انه المباراه القادمه امام غينيا هي اللي يمكن انها غتحسم لنا في بزاف الامور. المنتخب الوطني المغربي الان يتصدر المجموعه ب3 ديال النقاط، نتمناو ان المباراه القادمه اللي غتلعب في كوناكري ان شاء الله يوم الاثنين نشوفوا منتخب افضل، وان ذاك من بعد ما نتاهلوا ان شاء الله نحكموا. ويمكن انا اقول بان رايي ان فايدا ليلوزيتش ربما الساعات او الايام القليله ديالو رفقه المنتخب بناء على المستوى اللي كنشاهدوا، لانه لا يمكن بهذا المنتخب اننا نزيدوا